ان شاء الله نشوف مباراه كبيره اليوم بين زوز فرق الكبار. بالفعل نتمنى ان نرى مباراه كبيره طريق بالفريقين. امامنا طبعا غرف طبعا ملابس فريق نادي صفاقسي. طبعا كابتن النقطه اللي تحدثت عليها كابتن سامي شواط وسولا لاعب تحت لاعب، راس حربه صريح تحتيه مساند، هل سولا هيقدر يعمل هذا الدور اليوم؟ ما شفناهش انا من حق ما شفتوش كثير معناتها يلعب كبلاي ميكر ولا تحت. اكيد هو لاعب مهاري، لاعب ممتاز معناتها فنيا. حس ما شفت التشكيله باش يلعب على هجومات المعاكسه. ان شاء الله حظ في المباراه كابتن، ولا الحظر سيكون مخيم على الاداء على الاقل في الربع ساعه الاولى؟ متوقع يكون مش تم هدف الشوط الاول 20 دقيقة 30 دقيقة للوصول إلى المرحلة القادمة. كل هذه النقاط الإيجابية لفريق النجم الساحلي في مباراة اليوم. شكرا للزميل أحمد فؤاد، تحية للزملاء في استوديو المباراة. النادي الرياضي الصفاقسي هو النجم الرياضي الساحلي في طار التي جي بي ومروره في سوسة بالانتصار. ما التقاوش مع 14 كانوا مع بعضهم ليس 2015 بالنجم والسي اس اس في نفس المجموعة. تقريب اللقب بيكون تونسي لهذا ولا ذاك، خطيرة وفرصة كبيرة لدوال لم يعتبرها تمويه ولكن اعتبرها يعني خطأ لمصلحة الدلاق. سريع على النجمة، خطيرة لدوال، كرة الهدف الأول مساك لأحلى كشريدة والهدف الأول. الهدف الأول يا أيمن الصفاقسي صاحب الأهداف الحاسمة في آخر الجولات، يسجل هذا بالسبق، سجل في الترجي وسجل في الإفريقي ويسجل في السي اس اس. قلت لك النجمة المتحفظ والحمراء النجمة الساحلية. مباراة ستشتعل بعد هذه الافتتاحية. النجم بيبوبس يمشي بالكرة الحارسي والدفاع دارة المجموعة في الشامبيونز. يلعب الكرة حلوة، ترجع الكرة أحلى، المراوغة موجودة، العرضية والخطير بين والناس، يرجع الكرة للحمر العرضية في مناطق الجزاء والكرة التونسية في هذه المسابقة سجلت 9 ألقاب ومن الجند التي حققت البطولات 2008 في المسابقة. منظمة تكتيكية الوقفة مليح وخطيرة وفرصة ومشبكة 95 في ربع نهائي كأس الكاف على فريق فيروفياريو الموزمبيقي، الحديد الموزمبيقي. كيد سي اس اس على التعادل، كرة واحدة اثنين ملعوبة العرضية خطيرة على القائم الثاني في دوزي بوتو يلعب الصلاة مش معقول. فريق السلة يصين يلعب على تفادي الهبوط. كرة القدم وفي كرة اليد السوبر جلوب وعبر كرة اليد 20 ماي للعربية. هنا أيضا حذاري واحذروا الدياراف بينما أحذروا النجم الساحلي، خطيرة وفرصة على الهدف الثاني. الهدف الثاني كشريدة من أريال يصبح بونتا، يدخل الوسط يدخل العمق ويسجل الهدف الثاني. أول لمسة على مرمى قعلون في الشباك، كرة تأتي بالحلول للنجم الرياضي الساحلي. النجم متمرس بالقارة السمراء، يعرف افريقيا. جاك القى الحل لنصير الشبان. النجم يرجع دان وكأس الكونفدرالية بكل الطموحات بينما هنا خطيرة والدفاع يكملوا الحين 26 مازالت متاهش مازالت في راي مازالت اسداش يتعدى الكرة يمشي بالكرة ممتازة هذه خطيرة والعرضية عن طريق الهجوم خطيرة الكرة الثابتة والحارس والهدف يضيع ترجع الكرة بنشوفوه قلوه والراس يقر المعروفي يمشي المعروفي عرضية هذه خطيرة وسط الميدان يتقدم كريس يلعب الكرة كريس خطيرة وطويلة سولا كان يعدي مشكل على القائم الثاني أيام ترجع الكرة وبداية الأحلام الصفاقسي من سكاري شق كل وسط الميدان سكاري مبيم يعملش الفرق جومي وآخر الكرات لآخر الأمال لأحلى الانطلاقات لأحلى العرضيات لأفضل الراسيات الكرة آخر لمسة آخر همسة يمشي بسولة شاط كرة خطيرة ورفع الكرة كينغسلي بريس وضغط وتسديد وين بعيدة تمشي كرة خطيرة صعبة جدا الأصعب الخطيرة الأخيرة صعبة العرضية هذا المساء سمير كزاز هل يعطي فرصة للتنفيذ للنت الشوط الأول رسميا سمير كزاز مغربي يزفر نهاية نصف المشوار هنا على أرضية استاد الطيب المهيري خطيرة الكرة الأولى من الحارسي يمشي خطيرة ملعوبة
وفورساشي والنجم الرياضي الساحلي بقيادة الحارس. شوف على الكرة الثابتة وين يتمركز ياسين. ياسين تقدم بالثنائية سفاكسي كشريدة، هذه كرة طويلة خطيرة مش مهم كل ضاعت الكرة. من الشوط الثاني شوات وسولة يرفضان العودة، النجم والدفاع عرضية خطيرة بالكرة خطيرة يعرف فيها الهجوم خطيرة على العرضية، أبعد عن هدف الأمال الممكنة والأغاني الممكنة بالرأس، وبالتالي هي كرة خطيرة بمثابة الفرصة اللي طوال ترجع بكرة صدام الشيخاوي وهدف ثالث ولكن أبيض. الحكم يرى في تدخل الركنية وركنية السياسات وخطيرة ومرة أخرى الشيخاوي. قلت لك على ياسين التسديدة ممتازة والهدف أروع، هدف عالمي، الهدف عالمي. عريق عزمي غومة من أهل العزائم تأتي بكرة صاروخية يا غومة، غومة يفرح أولاد الحومة أولاد باب الجبلي ويرجع الكرة والمباراة. الحرزي ويخر السكري بدل الحرزي، أنا نتصور سنرى كيف ستطير. المساحة موجودة والشيخاوي عدى به، عدى به الشيخاوي مرتضى من والناس على القائم الثاني والحارس قعلون. منصر 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 ويخرج وليد بدالي فريق النجم. هنا يدو، هنا وين يدو؟ يدو رب يدو. قبل مساكن يدخل فخري العوجي قراءة أخرى يعني أنه يخوف تحب ولا تكره. خطيرة وكوكو يا سولة يا سولة واضح أمامك. هاي السولة لا 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 فيهاش بينالتي كزاز كان من آخر الأحكام. تمشي كرة خطيرة عرضية لا ثمانينات مع المنتخب الليبي جيل العيساوي البشاري ينطلق سولة خطيرة وفرصة وكرة صعبة. منصر منصر حط الكرة والتوزيع وهذه خطيرة وصدام صدام برافو صدام والكرة خطيرة ضربة جزاء مخالفة. سامي يرتكب بنالتي مش ممكن مش ممكن على الإثارة. هذه ضربة جزاء رقم 10 رقم 100 رقم 1000 في الشوات وكريدانو جول 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 فراس شوات في 90+2 يتعادل في الوقت القاتل. وشيخاوي شيخاوي وتأتي صافرة النهاية. نعم الشوط الأول كان للنجم، الشوط الثاني كان للسياساس. كل فريق سجل زوز أهداف مباراة